مفيش احلى من الحقائق والارقام، مفيش حاجه احلى من كده. تقدر تحطها في عين العدو زي ما بيتقال، صح ولا لا؟ يعني كل واحد قد يدلي بدلو، وهناك من يصول وهناك من يجول وهناك من يفتي وهناك من يسودها في وشنا. الواقع بيقول ايه؟ الرقم بيقول ايه؟ بيقول ان مصر سددت مدفوعات مرتبطة بمديونيتها الخارجية خلال ديسمبر بس كانت حوالي مليار دولار بتاع ديسمبر. طيب في نوفمبر سددت 1.5 مليار دولار، فيبقى اجمالي سداد الالتزامات الخارجية 2.5 مليار دولار في شهرين بين قوسين. والاحتياطي الاستراتيجي او الاحتياطي بتاع البنك المركزي من النقد الاجنبي زاد في نهاية ديسمبر لاكثر من 34 مليار دولار. هو كان في نوفمبر 33 332 مليون. الزيادة قد ايه في شهر واحد؟ الحمد لله والشكر لله 671 مليون دولار. هيجي واحد يفتي يقول لك اصل دي فلوس بتاعت صندوق النقد اللي هو الصندوق بعد كام؟ دي فلوس الاقتصاد المصري، الإدارة الجيدة للنقد في مصر. طيب خلوني أفهم أكتر ونطلع من رجل من المتخصصين البارزين في هذه الشؤون، وهو الدكتور محمد شادي الباحث بالاقتصاد السياسي المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك يا استاذ يوسف؟ أول حضرتك يا دكتور، ازاي الأحوال؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام والله يا فندم. سنة سعيدة عليك يا رب وعلى مصر كلها. ربنا يخلي حضرتك يا فندم والساده المشاهدين. يا رب يخليك يا رب. اشرح لنا يا دكتور اولا مساله سداد المديونيات اللي حاصله في نوفمبر وديسمبر 2.5 مليار، الزياده بتاعه الاحتياطي النقدي الاجنبي في البنك المركزي المصري اللي معدل الزياده او المبلغ اللي زاد تقريبا حوالي 600 وكام 600 وشويه مليون دولار عن نوفمبر اللي قبله على طول. ايه اللي بيحصل وده معناه ايه ويؤدي الى ايه؟ انا بس قبل ما افسر لحضرتك اللي حصل، افكر حضرتك بس في ابريل اللي فات في 22 يعني ظهرت كده قائمه للدول الاكثر تعرضا للتعثر وعدم السداد. صح. كان خامس دوله على القائمه دي كانت مصر. عاوز اقول لحضرتك انه رغم ان القائمه دي انتشرت وبشده خلال الفتره من ابريل مثلا ليوليا مثلا، بعدها مصر اترفعت من القائمه تماما، خرجت بره اول 10 دول من هذه القائمه. القائمه دي بيعملها بلومبرج ومع ذلك ما حظيتش باي تغطية. امتى بقى بدانا نرجع نتكلم تاني عن ان مصر خرجت من المديونيه؟ لما الخبر بتاع حضرتك ده اللي هو انه احنا مصر دلوقتي خلال من اول الازمه في فبراير الى يومنا هذا ما تعثرتش عن سداد اسوح، مش ما تعثرتش، ما توقفتش، طب مش ما توقفتش، لا ما عانتش في اي مره استحق عليها اي اقساط. وبالتالي المقرضين العالميين او الناس اللي كان عندنا رفض بداوا يطمئنوا للغايه لادوار السداد واستحقاق. مصر في تاريخها كله من اول الخديوي اسماعيل ورغم ان احنا احيانا كتير جدا وصلت مديونيات لارقام كبيره جدا، لم تتعثر في مره واحده في سداد قروضها. وبالتالي ده يقول لحضرتك انه اللي بيحصل اصلا رغم انه احنا في ازمتين والكلام ده كله مش جديد على مصر، مصر طول عمرها بتلتزم التزام شديد جدا بسداد دول. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه احنا عندنا زي ما حضرتك عارف خمس مصادر اساسيه من النقد الاجنبي. الخمس مصادر هم اول حاجه الصادرات المصريه للخارج، ثاني حاجه تحويلات المصريين العاملين في الخارج، ثالث حاجه السياحه، رابع حاجه قناه السويس، خامس حاجه الاستثمار الاجنبي سواء المباشر او غير المباشر. الخمس مصادر اللي بقول لحضرتك عليهم جميعهم شهد ارتفاعات كبيره جدا في خلال 22 رغم الازمه اللي احنا موجودين فيها، هتلاقي حضرتك الصادرات المصريه ارتفعت ل 44 مليار دولار من 36 مليار السنه اللي قبلها. تحويلات المصريين للخارج 34 مليار دولار للسنه الثالثه على التوالي بيعدي 30 مليار دولار. قناه السويس 8 مليار دولار السنه دي. السياحه رجعنا نتعافى تاني والسنه دي متوقع ان احنا نوصل ل 10 مليار دولار. الاستثمار الاجنبي المباشر في نفس الوضع اللي احنا موجودين فيه ده 9 مليار دولار. امال احنا عندنا ازمه ليه؟ هل احنا اصلا في اي وقت من الاوقات
ما كانش عندنا فلوس ندفع بيها مديونياتنا، لا طول الوقت كان عندنا. امال ايه اللي كان حاصل مثلا في موضوع المواني؟ ان احنا مثلا رقمنا البضائع بره. الفكره يا فندم انه احنا كان عندنا ازمه حاصله في العالم، الازمه اللي حاصله في العالم دي احنا مش عارفين هتتحل امتى، الحل بالتالي بعيد عن ايدنا، احنا مش فاعلين فيه، احنا بنخاطب بالازمه زي العالم كله. وبالتالي الاداره المصريه فضلت ان هي تحتفظ لاطول فتره ممكنه باحتياطاتها النقديه، وتخصص اجزاء كبيره منها لشراء الاغذيه والوقود. وبالتالي مصر احجمت في النصف الثاني من السنه الماضيه عن ان هي تدخل بعض السلع الكماليه او حتى بعض السلع الغذائيه، لان هي كانت الاداره المصريه كانت بتحاول تحتفظ باكبر قدر ممكن من الغذاء والطاقه للشعب المصري. عشان كده ما شفناش مثلا زي مثلا فرنسا والمانيا القرار قبل يطلع عندنا، ما شفناش ده خالص. ما شفناش كمان انه زي مثلا بعض الدول الاوروبيه انه في سلع غابت عن الرفوف. ما شفناش مثلا غياب تام لمثلا للغذاء، ما شفناش مثلا حد راح يشتري عيش ما لقاهوش. ليه؟ علشان الاداره المصريه اقتصدت ووجهت انفاقها للحاجات اللي الناس عاوزاها. وبالتالي حصل يعني ارتفاع لعدد كبير جدا من اسعار السلع الموجوده في السوق، لكن في نفس الوقت حافظنا على الازمه. ايه العلاقه اللي انا بقوله دوت بالنقطتين اللي بقول لحضرتك عليهم؟ اللي انا بقوله ده علاقته بيه علاقه الكل بالجزء. ايه اللي حاصل؟ احنا دلوقتي بيحصل عندنا دخول دولار وخروج للدولار. الفلوس اللي بتدخل كل ما الموارد بتاعتي دي زايده، ده معناه ان انا هيتراكم عندي فلوس اكتر، وده اللي رفع الاحتياطي النقدي. طب والفلوس اللي خارجه؟ احنا دلوقتي عندنا يعني ارقام خارجه في حاجتين. الحاجه الاولى هي الديون اللي حضرتك قلت عليها، سواء الاقساط او الفوائد. والحاجه الثانيه والاهم خالص، الارقام الضخمه بتاعه الاصرارات الجمركيه اللي حصلت دلوقتي، اللي احنا بنتكلم وانا بكلم حضرتك دلوقتي، زادت عن 7 مليار دولار في الشهر اللي فات بس. ومع ذلك الاحتياط النقدي ارتفع. ده ليه؟ لانه مصر قررت ان هي تفرج عن هذه البضائع من احتياطاتها النقديه. لما مصر تاكدت من حاجتين، الحاجه الاولى حصلت على شهاده صندوق النقد الدولي بقدرتها على الدفع، دي اول حاجه. والحاجه الثانيه اخذت تعهدات بوصول 14 مليار دولار، لسه ما جاش منهم حاجه على فكره، بتعهدات بوصول 14 مليار دولار هيدخل لاقتصاد مصر. ومن هنا مصر قررت ان هي بما ان احنا امننا احتياطيات جايه من الدولارات، بما ان احنا اخذنا شهاده بان احنا خلاص قادرين ان احنا ندفع، والعالم رجع تاني بعد الاشاعات والترويج اللي حصل ليها سواء من الداخل المصري او الهجمه اللي كانت حصل عليها من الصحافه الاجنبيه، خلاص نبدا نحل الازمه ونفكها. وزي ما حضرتك شايف سددنا ديوننا بالكامل خلال السنه اللي فاتت كلها، مع ان احنا كنا من شهر 2 الناس بتقول ان احنا هيحصل عندنا تعثر، الحمد لله ما فيش مره تاخرنا ولا حتى يوم واحد، ولا حتى قربنا من التعثر. ثاني حاجه ازمه السلع الاستراتيجيه والاساسيه بتتحل. ثالث حاجه الاحتياط النقدي بيرتفع لانه احنا شايفين ارتفاعات على جميع مصادر النقد. طب ده كلام ممتاز جدا. ده يساوي ايه قدام العالم وانا بقول انا محتاج خلال الفتره الجايه ان انا ارفع معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر او غير المباشر حتى في الاسواق او في الاستثمارات المصريه؟ هل اللي حاصل ده من ارتفاعات في الاحتياطيات بتاعت النقد الاجنبي والتزاماتي دون تاخير واحد يذكر في سداد المديونيات، ده يساوي ايه قدام الاستثمار الاجنبي؟ بيدي لهم رساله ايه؟ طيب بدايه كده كريستينا جورجيفا اللي هي مدير صندوق النقد الدولي كان عندها لقاء اعلامي من 3 ايام، يعني حاجه تغطيه واسعه جدا. اتسالت خلاله عن تاثير ارتفاع الدولار على الدول الناميه. سالت خلاله ان احنا عندنا يعني شويه دول معرضه ل التعثر في سداد ديونها. طبعا قالت 6 دول مفيش منهم مصر. بدايه كده بقينا يعني احنا اولا يعني ما كانش عندنا مشكله، لكن كنا بنذكر في هذا الموقف. دلوقتي وانا بكلم حضرتك مديره الصندوق والبنك الدولي احنا ما عدناش بنذكر في هذا الموقف اطلاقا. دي اول مكسب كده ان انت ما عدتش محطوط مع الناس المعرضه للخطر. دي اول حاجه. ثاني حاجه، العالم كله دكتور يوسف داخل السنه اللي جايه على ركود وانكماش، الاثنين مع بعض ممكن نشوف انكماش وممكن بس نتكلم على معدلات ركود. في الوقت اللي العالم عنده فيه ركود وانا عندي معدلات نمو ان شاء الله تحصل السنه الجايه،
ده يشجع يشجع الاستثمار الاجنبي سواء مباشر او غير مباشر. ليه؟ لانه العالم لما مجرد يبدا يتباطأ معدلات النمو اللي حصل عنده وتبدا معدلات التضخم تنخفض خصوصا في خلال النصف الثاني، هيبدا المستثمرين اللي خرجوا من عندنا يفكروا ثاني مره ثانيه في العوده مره اخرى للاستفاده بمعدلات النمو اللي حاصله واسعار الفائده المرتفعه. وبالتالي الازمه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي او الضغط اللي احنا موجودين فيه دلوقتي هنبدا نشعر بانتهائه يعني بشكل كلي في النصف الثاني من 2023. وده يعمل ايه؟ يخلي اولا المستثمر الاجنبي الموجود دلوقتي في مصر مطمئن ومش عاوز يهرب، لانه احنا بنتكلم على نص سنه، ده نص سنه، دي اول حاجه. ثاني حاجه المستثمر اللي بره واحنا في عز الازمه بعد ما العربيه زي ما بقول كده العربيه خبطت عملنا الحاسه فضلنا واقفين متماسكين استثماراتنا كلها سددناها، مفيش واحد من المستثمرين اللي كانوا عندنا مستثمرين في استثمارات الحفظ او البورتفوليو انفستمنت ده جه يخرج البنك المركزي قال له لا انا والله مش معايا فلوس استنى شويه. وبالتالي الدنيا انتظمت، المستثمر الموجود ضامن فلوسه، المستثمر اللي جاي هيضمن فلوسه، وهنبدا نشوف تحول بشكل تام في الوضع اللي حصل من الضغوط على النقد الاجنبي، لانه احنا خرج من عندنا حوالي 22 مليار دولار في خلال اربع خمس شهور، هنبدا نشوف رجوعهم تاني زي ما حصل مع كورونا لما خرج من عندنا 18 مليار دولار مع بدايه الازمه، وفي خلال اربع شهور رجعوا تدفقوا من جديد. بمجرد لما نبدا نشوف معدلات الركود في اوروبا، معدلات التراجع او التباطؤ في الولايات المتحده الامريكيه، هتبدا حضرتك وهكلم حضرتك مره ثانيه هقول لحضرتك انه احنا بدانا نرجع تاني نشوف معدلات تدفق في الاستثمارات الاجنبيه راجعه. طيب اخيرا معلش انا بتقل عليك بس عندي سؤال خالص. كمان ويمكن السؤال ده مبني على جمله كان قالها فخامه الرئيس في المؤتمر الاقتصادي. بعض الدول اصبحت عندها شكوك، ويمكن حتى بعضها دول شقيقه يعني، شكوك في الاقتصاد المصري، انه يا ترى هيقدر يقوم، يا ترى مش هيقدر يقوم، يا ترى هو اقتصاد هيفضل مستمر معتمد على المساعدات وما الى ذلك ولا لا. هل بالوضع اللي انا شايفه دلوقتي ده هي مسألة انه ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وفي نفس الوقت الخطوات اللي خدها البنك المركزي وكافة المؤسسات القائمة على السياسة النقدية المصرية، سواء اذا كان من توفر العملة الصعبة من جهة، زيادة المعدلات بتاعة الاحتياطي من النقد الاجنبي، القدرة الدائمة على السداد في المواعيد طبقا لجداولها بمنتهى الدقة، ده معناه انه كده ممكن معدل الثقة يزيد ولا تزال بعض الدول تراهن على الاستثمار في اقتصاديات أخرى في المنطقة؟ يعني أيهما أجدى وأربح، المراهنة على مصر أم المراهنة على آخرين؟ طب أنا هقول لحضرتك بحيادية يعني شديدة برضه، أنا هجاوب والله بخبر النهاردة. شوف حضرتك في ظل اللي بيحصل ده كله، في ظل الضغوط اللي حصل دي كلها النهاردة، الإدارة المصرية وفقا لمصادر عديدة يعني توقف عرض من ايطاليا ان هي تربط خط كهرباء ما بين شبكه الكهرباء المصريه وشبكه الكهرباء الايطاليه بقدره 3 جيجا وات. خد بال حضرتك ده الخط الثاني. انا قصدي اقول ايه هنا؟ قصدي اقول انه الازمه دي زي ما جابت ضغوط علينا خلقت فرص ضخمه جدا للاقتصاد المصري. اولا احنا بقينا اكبر مصدر للاسمده لاوروبا، وانا بكلم حضرتك دلوقتي ليه؟ لان المصدر الاساسي اللي كان بيلعبني في السوق عنده مشاكل معاه، ده اول حاجه. ثاني حاجه بقينا شريك تجاري طويل الامد للاتحاد الاوروبي لتصدير الغاز. ثالث حاجه بقينا شريك تجاري للاتحاد الاوروبي عنده كابلين، وانا بكلم حضرتك دلوقتي واحد منهم بيتنفذ ربط مصري مع قبرص واليونان، والثاني بقى الاداره الحكومه الايطاليه عرض على الحكومه المصريه الربط مع تحمل تكلفه دراسه الجدوى والدراسات الاوليه والمبدئيه وتوفير التمويل كمان بتاع الخط. والثالث ان شاء الله نشوف ربط قريب جدا مع اليونان مباشره. وبالتالي انا بقيت خرجت من الازمه قوي للغايه. بس كده لا، عندي كمان القطاع السياحي اللي كان عنده ضغوط ضخمه جدا بسبب ازمه كورونا وبسبب اللي بيحصل في روسيا واوكرانيا دلوقتي. هنخرج زي ما حضرتك شايف دلوقتي في تدفق كبير جدا للسياح بسبب اول حاجه انخفاض ثمن الجنيه قدام الدولار، دي اول حاجه. ثاني حاجه لانه الاسواق الاساسيه بتاعتنا اللي هم روسيا واوكرانيا
بقى عندهم مشاكل في الدخول للقاره الاوروبيه، وبقى عندهم مشاكل في الـ 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 اللي هو يعني الاكل بتاعهم بقى صعب، وبالتالي انا خارج من، انا صحيح الازمه عامله عندي ضغوط جامده جدا، لكن انا خارج من الازمه كسبان بكل الاحوال، وبالتالي على المدى البعيد مصر اقتصاد جاذب جدا للاستثمار. وانا بقول لحضرتك، واحنا اتكلمنا قبل كده، احنا كنا اتكلمنا قبل كده حضرتك، قلت لحضرتك انه احنا عندنا حصاد مش مر من الازمه الروسيه الاوكرانيه، احنا عندنا حصاد حلو في المدى المتوسط والبعيد، فعلا بدا يتحقق. السياحه بدات تعود بمعدلاتها الاعلى من قبل، من اللي كان بيحصل قبل كده. عند حضرتك تدفقات نقديه جامده جدا في قطاع التنقيب على النفط والغاز، ووزاره البترول هتبدا دلوقتي، انا بتكلم دلوقتي عندها مناقصه او بيد يعني على بعض القطع التنقيب في البحر المتوسط والدلتا، خطوط ربط سواء مع ايطاليا وان شاء الله نشوف مع اليونان، عروض لتشييد مناطق لوجستيه في قناه السويس على 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 المحور بتاع المنطقه بتاع المنطقه الاقتصاديه. ده اللي بيحصل دوت، مع كمان بقى التغيرات اللي بتحصل في سلسله الامداد العالميه، وان احنا عندنا اتفاقيه تجاره حره مع الاتحاد الاوروبي، هتخلي في تدفقات نقد اجنبي كبيره جدا، مش بس في قطاعات النفط، لا في قطاعات النفط وقطاعات الصناعه وفي القطاعات اللوجستيه، وهيخلي وان شاء الله هنشوف مصر ان شاء الله يعني بتخرج من الازمه واقفه على قدميها طالبه طولها، وعندنا تدفقات تقدر تسمينا ان شاء الله في المستقبل من ازمات مختلفه باذن الله. انا بشكرك جدا 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 رابع مرة، دكتور محمد شادي الباحث بالاقتصاد السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. اهو راجل متخصص في الاقتصاد السياسي هو اللي قال، مش انا اللي قلت، مش محدش يزعل.